اسمي بيبا. هذا أخي الصغير جورج. هذه مامي بيج. وهذا دادي بيج. بيبا بيج. مستعدون؟ مستعدون. إذن هيا بنا. جورج ما زال صغيراً على اللعبة الدوارة، لذا يلعب بالأرجوحة. ها هي الأرنبة ريبيكا مع أخيها الصغير الأرنبي ريتشارد. مرحباً جميعاً. مرحباً. هل أستطيع ركوب اللعبة الدوارة؟ اصعد يا ريبيكا. لندورها بشكل سريع جداً. الأرنب ريتشارد يريد ركوب اللعبة الدوارة. اصعد ريتشارد، يعني أننا لن نسرع في الدوران. يستطيع ريتشارد اللعب مع جورج. ريتشارد، أتود اللعب مع جورج؟ لا. جورج لديه ديناصور مثلك، لنذهب ونراه. الأرنب ريتشارد بنفس عمر جورج. ريتشارد يريد رؤية الديناصور. ديناصور. جورج، أيمكن لريتشارد اللعب بديناصورك؟ لا. ريتشارد، أيمكن لجورج اللعب؟ لا. جورج وريتشارد لا يريدان مشاركة ديناصوريهما. جورج، اللعب سيكون ممتعاً أكثر لو شاركته. كان هذا لطفاً من جورج. مرحباً جراند بابا بيج. بابا إيج. مرحباً بيبا، مرحباً جورج. جدي، ما الذي تفعله؟ أنا أزرع حديقة زهور. أوه. هذه البذور ستنمو لتصبح زهوراً جميلة. أنا أضع البذور في الأرض، ثم أغطي البذور بالتراب. أوه، إلى أين ذهبت؟ إن البذور قد اختفت. هذا غريب، واثق أنني وضعت بعض البذور هنا. أجل يا جدي، رأيناك. لكنها ليست هنا الآن، إذن علي فقط أن أقوم باستخدام المزيد. كما كنت أقول، أنا ببساطة أضع البذور في الأرض. هناك طائر صغير يأكل بذور زهور جرانبا بيك. هاي، ابتعد عن بذوري. إذن هذا سبب اختفاء كل بذوري. إنها في بطن هذا الطائر الصغير. طائران آخران يأكلان بذور زهور جرانبا بيك. أوه، انظرا. ما كل هذه الضوضاء؟ جراني بيج، الطيور تأكل كل بذور زهوري. سنطاردها لتذهب بعيدا. لا فائدة من مطاردتها، ستعود ثانية. انظروا، نحتاج إلى فزاعة. وما هي الفزاعة؟ الفزاعة هي رجل قش يخيف الطيور ويبعدها. يا لها من فكرة رائعة جراني بيج، سأصنع واحدة. هيا بنا جميعا. وداعا أيتها الطيور، نحن سوف نصنع فزاعة. توجد رياح، لنلعب كي نبقى دافئين. دوري. أوه، لم أقصد أن تذهب في هذا الاتجاه. الرياح تحرك الكرة بعيدا. إن الكرة في البركة. سوف أستخدم العصا لسحبها. أبعد قليلاً يا أبي. احذر يا دادي بيج. لا تقلقي، أوشكت على إمساكها. أبي، هل المياه باردة؟ بعض الشاي. دفعت الرياح الكرة خارج البركة. لحسن الحظ. أجل، لحسن الحظ. إن الرياح تشتد أكثر، أمسكوا بقبعتكم. لا، أطاحت الرياح بقبعة جورج. لا تقلق جورج، دادي بيج سيلحق بقبعتك. أسرع يا أبي. انظروا، إنها على هذه الشجيرة. سأتسلق وأحضرها. إن الشجيرة أصغر من أن تتحمل وزنك. إذن كيف سنحضر قبعة جورج؟ بسيطة، سأهز الشجرة قليلاً.
ها، ربما لو جعلتها تهتز أكثر. اليوم سوف نصنع معا كبسولة الزمن. ما كبسولة الزمن؟ كبسولة الزمن هي التي سوف تري الناس في المستقبل كيف عشنا. كيف؟ سنضع أشياء في الصندوق وبعدها سوف ندفنه في حديقة المدرسة. هل ستكبر؟ لا يا سوزي، ستظل في الأرض لسنوات عديدة. ما الأشياء التي نضعها في الداخل؟ مجلة. جميل جدا يا بيبا. موسيقى. جميل يا سوزي. لعبة. ناي. عملة. طوابع. جزرة. أنت تحبين الجزر، صحيح ريبيكا؟ أجل. تلك الأشياء ممتازة لتعبر عن حياتنا اليومية. سيدة جزال، كيف سيكون المستقبل؟ كيف تعتقدين أنه سيكون؟ أعتقد في المستقبل سأعيش على القمر. وكل أصدقائي سوف يأتون لزيارتي. وأنا سأقود صاروخاً فضائياً. مرحباً. الآن سنسجل رسالة للأشخاص في المستقبل. قولوا مرحباً بالمستقبل. مرحباً بالمستقبل. ربما أنتم تعيشون على القمر الآن وستذهبون في رحلة للمريخ وتتجولون بالأنحاء بالصاروخ. بيبا وجورج يحبان الشاطئ. أين ذهبت الرمال؟ لا توجد رمال على هذا الشاطئ يا بيبا. لا رمال، لكننا أردنا بناء قلاع رملية. بيبا وجورج يحبان بناء قلاع رملية. اهدأ يا جورج، لا تبكي. هناك أشياء ممتعة على هذا الشاطئ الصخري. مثل ماذا؟ عندما تبتعد الأمواج تطرق خلفها بركة ماء صغيرة بين الصخور، إنها تدعى البركة الصخرية. وفي كل بركة صخرية هناك شيء مميز يطرقه البحر. أنا أرى شيئاً لامعاً. إنها عملة. واو، ربما تكون هذه العملة من كنز القراصنة. لنقم بجمع كل الأشياء التي سنجدها. أجل، وسنضعها في دلو جورج. أي مفاجأة تنتظرون في هذه البركة؟ لا يوجد بها أي شيء مميز. هناك شيء دوما يا بيبا، انظري بإمعان. لقد وجدت شيئاً. أجل، إنه سلطعون. السلطعون يقرص إصبع جرامبا بيك. واوش، سلطعون سيء. انظر يا جورج، السيد سلطعون يمشي جانبيا. جورج وريتشارد يحبان مكان الرمل. جورج، ريتشارد، اليوم سوف نبني قلاعا رملية. أولا سوف نملأ الضلاء بالرمل، ثم نقوم بقلب الدلاء ونتركها طرقة خفيفة. والآن نرفع الدلاء بكل سرعة. ريتشارد بنى قلعة رملية. هيا بسرعة. وجورج أيضا بنى قلعة رملية. رأيتما؟ اللعب معا شيء ممتع. يا إلهي، هذه اللعبة لم تسر بشكل جيد. كانت هذه غلطة أخيك، لقد حطم قلعة جورج الرملية. أخوك هو من حطم قلعة أخي الرملية أولاً. اهدأوا اهدأوا، أنتما الكبيرتان كان عليكما أن تعلما. هذا صحيح، نحن كبيرتان. وجورج وريتشارد صغيران جداً لكي يلعبا معاً جيداً. أنا لدي فكرة. جورج، ما هو أكثر شيء تفضله في هذا الملعب؟
أرجوحة. جورج يحب الأرجوحة. أرجوحة. من الصعب اللعب بالأرجوحة بمفردك. ريتشارد يريد اللعب بالأرجوحة. أرجوحة أرجوحة أرجوحة. بيبا بيك. بيبا بيك.